اقعد يا العرض خولة. نون مسوي عروض. وش عروضه؟ نون مسوي عروض الجمعة الصفراء. ايش تبي؟ سلامتك، عندي تحدي، كل واحد له دقيقتين يشتري اي شيء من موقع نون بشرط يكون لونه اصفر. انطلق. موقع نون الغني عن التعريف رجع لكم بتخفيضات قوية في هذا العام، تخفيضات الجمعة الصفراء من تاريخ 22 إلى 28 نوفمبر. أقوى الخصومات على كل شيء تتخيله بخصم يصل حتى 80%. الموقع يقدم لك كل ما تحتاجه من أثاث ومكياج وإلكترونيات وغيرها. في حال تسجيلك كمستخدم جديد تحصل على خصم 15% بدلا من 10%. وانت تسوق لا تنسى فلتر نون إكسبرس عشان يخصم عليها الكود. خلص الوقت. وأيضا لا تنسى تشغل الإشعارات عشان كل يوم يوصلكم عرض جديد. لا تنسى كود الخصم. بسم الله الرحمن الرحيم. نطمن على الورعان، على اصحاب البيت الجدد. ها بابا، السلام عليكم. هاي حتى ذا معك؟ نبي نطمن على القبيله. يلا سوي صاين. اول شيء اسمك هو. لا يا شيخه. انا مسوي مؤدب مره. هلو. هاي لولو. هاي ابو الشباب. اسف ولا بدك ولا شيء. لا تشمي نصبعي، توكل على الله. بدون هديه كل هالتونه يا بابا. شوف النقطه هذه يا ابو السباب كم حانه. شوف كيف راقد ذا، سبحان الله العظيم. يا سلام. وهنا ها نسوي تحدي مع مجودي. انت ما مع فلوس، كيف تتحدين؟ تحدي يسوي هذا الميوزك عبالي تاخذين منه فلوس. كل تحدي فلوس. A few moments later. جوال جديد. صحيح. ما سمعت امكم؟ انا سمعت. ما حد سمع. خير ان شاء الله، صح؟ خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. طيب يا جماعه، تذكروا الفلوج قبل الماضي كان في تحدي وخوله غشت فيه؟ انا اللي غشيت. والتعليقات الله يعطيكم العافيه انصفتوني وقلتوا فعلا خوله غشت، عيدوا التحدي. فالمهم اليوم قلت لها يا خالة ضبطي نفسك التحدي، فقالت عندي تحدي ترند اللي هو الأقلام، نرمي الأقلام داخل كواب. تدرون يا جماعة ليش اختارت هذا التحدي؟ لأن فيها 10 أمنيات لازم لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. إذا قالت أمنية وجا القلم على العلبة أو whatever لازم أنا ألبيها. إيه؟ طيب يا ستي يلا خلاص انا موافق. ممكن يكون امر، ممكن يكون امنيه، شيء تشتريه، شيء تسويه، تنط، ما دخل. انط اي شيء غلط طلب مني اسويه. اوكي اوكي. ويا سلام. اوكي شوفوا. ايوه هذه الاقلام. ايوه جمعتها من كل الغرف. شوف ما عشان لا تذاكرون وتطيح درجاتكم. شفتوا امكم شفت يرضيك يا بابا. لا ولا شيء. ها كل الغرف وفي كل مكان. خلاص هذه الاقلام. حلو. 10 لي و10 لك. اوكي حلو كثير بس نسويها بسرعه. أوكي. وين الكاس؟ وين الفازه؟ حطي فازه. هذه حلوه. او لا هذه فيها صمغ. أيوة. يا سلام. شوف قايل لكم ممتاز. خولة بنلعب تحدي شريف ولا لا؟ شريف ما اعرف منه، لكن نلعب تحدي شريف ولا لا؟ طيب هذا شوفي فتحته كيف؟ هذه لو اروح ناسا الفضائية اطلع القمر. الله شفت كيف؟ عشان هذا انا. اي وثاني شيء شوفي هذا كيف؟ ما ادري ايش الخيالات اللي تتخيلها ماما، بس المشكلة انه يعني كويس مرة ممتاز، تبدأ تجرب القلم فيه. ايوه صوب على طول. انت ايش رايك؟ ليش قاعدة تتدربين انت؟ هذا هو التغيير. صغير. شكرا للمداخلة، مع السلامة. اوكي. ماما تدربتي فيه؟ جيبي اصغر. طيب ممكن يا خولة معليش عشان يكون التحدي يعني كذا رائع كذا واحنا متفقين، ممكن كاسة ثانية؟ ما ادري مكتب ماما صار المطبخ. الله اكبر على عدوك. الله اكبر على عدوك يا شيخة. ليش ايش في؟
بالعكس بدر والله العظيم طلباتك اول ما تجي ترميها تصوبها على طول. يا خولة ايش هذا عمق؟ اوكي انا اتفق بالعمق، لكن هذه وش هذه ايش يسمونها الثقب الاسود حق الفضاء؟ هذا كوب القهوه الصباح عشان اروق. يلا جد هذا لا 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 ليش لا جد الحين ترى ما ادري ايش سويت، جابت لك هذا قالت لك اه بجيب لك اصلا جابت لك هذا عشان تشوف ذاك وتقول طيب يلا يلا خلاص اي شيء اي شيء يلا ناخذ الحين كم كل واحد 10 قلتي صح؟ اي طيب هي اختار اول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما شاء الله امسك حطيها ليش؟ في قلم حلو كان. لا كيش عرفك؟ ما أدري. في غش قال لك تحدي شريف. يلا يلا. يلا أبدأ. يلا. أبدأ أنا؟ أبدأ أكيد. يلا جوال جديد. غريب مرة. توصلين العيال الصباح والظهر. أنا تسخين يا صديقي. ثلاث مشاوير الصباح ثلاث مشاوير الليل. يس هذا اللي أنا أسويها. طيب. تنظف البيت لمدة أسبوع. تنظفين البيت 24 ساعة لمدة أسبوع. أنا أنظف 24 ساعة. أنا معك. وخر. أنا معك أنظف ولا لا؟ أعطيني كارت البنك. أيوة. لمدة أسبوع. توقفين تشترين شنط. حتى قد. تشترين شنطة لوي فيتون. ما تروحين سيفورا لمدة شهرين. يس اطلب اونلاين. لحظة اسوي تطبخ الغداء لمدة اسبوع ليش ليش لا لا خولة الان تاخذ ملعقة مربى فراولة مع كاتشب. لا 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 بدر لا تعالي مربى فراولة مع كاتشب. خولة تحدي شريف. خلاص لحظة ما تبين؟ لا الحين يا خولة كيف أنا عندي 5 قلم وأنت عندك 70؟ سبعين طيب لحظة تنازلي عن قلمين. لا لا تنازلي لي تنازلي عن قلمين ما تبي فراولة. أتنازل ريما. خولة ما في انتهى. أتنازل ريما. ما في لا يلا يلا خولة أنا الحين متحمس. ما في جيب القلمين شكرا انتهى. يلا ها أثث المكتب حقي أثاث كله جديد. ها وشو؟ يلا اقتنعت ان الكوب كبير. شفتوا كيف؟ يلا 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 بطلين عشان الحظ كذا بتورط عشان الحظ. طيب تغسلين السيارتين. اوه صح اوكي تنظف الفرونت يارد من الاوراق حق الشجر. اللهم صل على محمد. توقفين تشترين اكواب اكواب قهوه. اصبر تعطيني كوب جديد كل اسبوع. تعطيني كرتك البنكي لمده شهر. شفتوا كيف؟ لاني انا فنان غيرت الكوب. قال لك تحدي شريف. يلا وشو؟ حددي وشو اسمي وبس. تعطيني لابتوب جديد. معنا لابتوب والله جديد. يعني صح انه له 10 سنوات بس جديد. توقفي تساليني نروح السوق لمده شهر. غش عندي قلم باقي قلم تعال باقي قلم. خلني وش ذا؟ لا لو ما اجيبها مره ثانيه. طيب ايش تبي؟ بعيد طلب جوال. ها جوال جديد. طيب 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 لا يمكن ارجع كوب. لا شو عشاني انا حنون. انا حنون اي حنون. اعطيكي جوال جديد. شفتوا كيف؟ انا فايز اصلا من التحدي الاول. بعد نصاب. حد
لكم قايل لكم شفتوا كيف حاولتي وتدربتي وتاخذ الاقلام الثقيله. انا كنت دايما تقول لا الاقلام الثقيله يا بدر الاقلام الثقيله. أنا احتاج فرصه اخرى مرات اخرى. الموضوع في حد في نصب والله في نصب في نصب يا بابا جوجو. هلا في نصب يعني there is something tricky. No جو ريما ما في نصب يعني اللي كانوا واقفين معاكي الحين يعني صدحوا بالحق. خلاص التحدي هذا غير مقبول لازم. الحين يا الله انا الحين لازم اراجع المونتاج واشوف كم فزت. خوله لا تكلميني هالشهرين باي طلبات مره. انا قلت لها تغسل السياره ولا ما ضبطت؟ قالت ما ضبطت السياره. ولا قهر ولا الحين مطر ولا الحين مطر بخليك تغسلين السياره. ترى ما نسيت توصليهم المدرسه صباح ومساء. ما نسيت. ثلاث مشاوير بدر الساعه 8 الساعه 9 والساعه 11 بعدين ارجعهم مره ثانيه. ثلاث مشاوير. الحياه خدعه. ما دخلت جديده هذه جديده. حياه دقائق وثواني. عموما يا جماعه وكان هذا نهايه التحدي. سبحان الله ثلاث ايام مشحونه افوز عليك واسوي عليك وما شاء الله المتابعين ما قصروا في التعليقات. قلنا لكم يا جماعه لا يوجد لعب شريف عند خوخ الشرير. شكلها والله غيرت كاس اول وثاني وجابت لنا برج مزهريه. ما نفع الحال. في نهايه هذا الفيديو لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب. اهم شيء السبسكرايب. باي.